يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 38، الصغرى فيها 26، جوحار، الإسكندرية 32 22، مطروح 30 22، بورسعيد 33 25، محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، محافظة السويس العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، العريش 34 22، طابة 38 26، شرم الشيخ 42 30، الغردقة 40 30، محافظة الأقصر العظمى فيها 46، الصغرى فيها 30، أسوان 47، الصغرى فيها 30، الوادي الجديد 42 30، شلاتين 42 30، أما محافظة حلايب العظمى فيها 37، والصغرى فيها 29. لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.